السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باشمهندس حمدي من Creative Group. في الفيديو ده هنعمل شوت انتيريور كده بسيط جدا، بس عشان نوضح قد ايه 3D Studio Max بسيط في الانتيريور ديزاين. هنبتدي الشغل بتاعنا ان انا اعمل كاستمايز واقول له يونت سيت اب واتاكد من اليونتس بتاعتي بالشكل ده، وبعد كده هقول له اعمل لي اوضه او بيزك روم. البيزك روم دي هتبقى عباره عن اوضه 5 في 7 بارتفاع او الهايت بتاع الارضيه بتاعي 0.1. ابتدي اضغط رايت كليك واقول له كونفرت تو اديتبل بولي، همسك الفيس اللي من فوق واقول له اعمل لي انست بالشكل ده. بعد كده امسك الحوائط بتاعتي واقول له اعمل لي ليها اكسترود بارتفاع 2.7 وهقول له صح. بعد كده هنفتح الشبابيك، هبتدي اقول له امسك لي التو ايدجز دي واعمل لي ليها كونكت. انا محتاج 4 سيجمنت، همسك الايدجز الناحيه الثانيه واقول له اعمل لي ليها كونكت. هروح برضو للناحيه دي افتح فيها شباك اقول له اعمل لي كونكت، ومن الناحيه دي هقول له كونكت مره تانيه. بعد كده همسك الفيسز بتاعتي واقول له اعمل لي ليها بريدج، وهروح للتوب فيو اضغط F3 عشان افتح الواير فريم. اقول له امسك لي الايدجز دي اعمل لي ليها سناب على بعض بالشكل ده. بعد كده هحط زي بوكس كبير كده من فوق اقفل بيه المشهد، وهمسك الاوبجكتس كلها اديها ماتيريال لونها جري. هبتدي احط كاميرا، هضغط F3 عشان ادخل على الكاميرا، احدد بس المكان اللي هحط فيه الكاميرا بتاعتي. نفترض مثلا ان انا احط الكاميرا بتاعتي بالزاوية دي، هضغط Shift F عشان اشوف الكادر بتاع الكاميرا. اعتقد ان الكادر بتاعي مناسب، قد يكون الشباك اللي هنا ده كبير شوية في الاول. طبعا انا هظبط الفيرتكس بتاعته. بعد كده همسك التو فيرتكس واقول له اعمل لهم سكيل كده على بعض بالشكل ده عشان حجم الشباك بتاعي يصغر. بعد كده هدخل على او هضغط 8 عشان افتح الانفايرمنت، وهتاكد ان الاكسبوجر كنترول بتاعي في ري اكسبوجر كنترول. لو انت شغال على 3 دي ستوديو ماكس اقدم من 2016 اعتقد ان انت مش هتحتاج تعدي على المرحله دي. بعد كده هضغط F10 او هدخل على ريندرنج واقول له دخلني على الريندر سيت اب عشان احط اعدادات التست ريندر الخاصه بيا. انا في الفيري هتاكد ان التايب بتاعي باكت، هخلي المينيمم 1 والماكس سب ديفايدز 4. هدخل على الجي اي هتاكد ان انا شغال هنا اريديانس ماب. هدخل على السكندري انجن اقول له لايت كاش. في الاريديانس ماب هخلي الكرنت بريسيتس فيري لو، اللايت كاش هخلي السب ديفز بتاعته 500. دي طبعا اعدادات تست ريندر. بعد كده هبتدي احط إضاءة بسيطة للمشهد. أنا هستخدم HDRI عن طريق إن أنا أقول له Lights، ومن Lights هقول له V-Ray Light، وابتدي أختار من هنا Doom وأنزل الدوم لايت بتاعتي في أي حتة. بعد كده هقول له Doom Light أتأكد إن هي Spherical. أدخل على Textures، نستنى التكستشرز بتاعتنا تعمل لود. بمجرد ما التكستشرز بتاعتك تعمل لود تقوم كاتب هنا في السيرش V-Ray HDRI وهضغط دبل كليك، وابتدي ادور على الدي اتش دي ار اي عندي في الجهاز. طبعا انا هديكم او هنزل لكم لينك الاتش دي ار اي اللي انا شغال عليها عشان تقدروا تمشوا معايا في نفس الخطوات او بنفس البروجكت. هبتدي اقول له اتش دي ار اي واختار اتش دي ار اي بتاعتي دي واقول له اوبن. هاجي اقول له بعد كده اعمل لي تيست ريندر. بالشكل ده لو لقيت المشهد مظلم عندك هتمسك ال HDRI بتاعتك وتقول له خلي لي الملتبلاير ماسها بتاعها 30. هتبتدي ال HDRI تنور لك الاوضه اكتر. هقول له خليها لي مثلا، او دخلني اضغط 8 ودخلني على الانفايرمنت واقول له خلي لي
الشاتر او الاف نمبر بتاعي بدل ما هو 8 خليه لي 4 ونقول له اعمل لنا رندر. يعني اعتقد ان الشوت بتاعي ابتدى يفتح شوية بس المنظر من بره كده مش حلو، فانا اقول له خليه لي 6 وهقول له ريندر. بعد كده هعمل زي فيك لايت كده بسيط جدا، هقول له اعمل لي لايت حاجة زي السفير لايت كده، هقول له في ري ومن في ري هقول له لايت، اختار النوع بتاعي سفير واحط مثلا سفير لايت في نص المشهد كده وارفعها لفوق شوية. هدخل كده على الموديفاي بتاع السفير، هدخل على اوبشن اقول له خليها لي انفيزيبل واقول له شيل لي الافكت سبيكلر وشيل لي الافكت ريفليكشن. انا هجرب حاليا وهي الافكت سبيكلر شغال واقول له اعمل لي ريندر. لو افترضت ان انت لقيت الاضاءة بتاعتك شكلها او منورة في منطقة معينة، يبقى انا هبتدي اقول له صغر لي السفير دي شوية وابتدي يوزعها لي في المشهد. اخلي طبعا الكوبي بتاعي انستنس بالشكل ده، بعد كده هقول له ريندر عشان نشوف النتيجة بتاعتنا. يعني اعتقد ان النتيجة بتاعتي دلوقتي بقت مرضية اكتر من الاول. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هبتدي احط ماتيريال او ادي شوية سيتنج كده للمشهد بتاعي. هنعمل الموضوع ده ازاي؟ طبعا زي ما اتفقنا انا هستخدم ماتيريال جاهزة، فبالتالي هفتح النت عشان برضو تعرفوا انا بستخدم او هنزل ماتيريال الجاهزة بتاعتي دي ازاي. انا هدخل على جوجل وابتدي اقول له في الاول دخل لي شوية بلوكات، هقول له دخلني على موقع زي 3D Sky. طبعا هتعمل لوجن او هتعمل جوين، لو انت لسه جديد في الويب سايت هتبتدي تملى البيانات دي وبعد كده تعمل ريجستريشن في الويب سايت وتبتدي تعمل داونلود. طبعا انا عندي اكونت فانا مش هضطر اعدي على الخطوة دي مرة تانية. انا عملت بوز للفيديو لغاية ما دخلت بالاكونت بتاعي. نفترض ان انا عايز احط سرير مثلا، فكل اللي هتعمله ان انت تختار من هنا بيد، هتختار فري، بعد كده تبتدي تدور على البلوك اللي انت عايز تنزله. نفترض ان احنا هناخد اي سرير كده من دولت، يعني انا هفترض ان انا عايز اشتغل على السرير ده، هضغط عليه كليك. يعني هو ده الديزاين بتاعه مش حلو قوي، ممكن ناخد السرير ده كمثال او انا هبتدي ادور على حاجة احسن. ممكن ناخد السرير ده كمثال مثلا ونختار ونقول له كليك، بعد كده هقول له داونلود. هتلاقي الداونلود بتاعك ابتدى، هتستنى الداونلود بتاعك يخلص وبعد كده نبتدي نشتغل على الفايل مع بعض. وطبعا برضو انا عارف ان انا محتاج بلوكات شباك او بلوك شباك، هاجي هنا في السيرش اكتب له ويندو، هضغط انتر، هختار فري وانقي الشباك اللي انا قررته احطه على الفتحات بتاعتي. طبعا احنا ناخد اي كده شباك بسيط، لو حبينا ممكن ناخد الشباك ده ونقول له كمان اعمل لي داونلود. طبعا انا استنيت الداونلود بتاعي يخلص، بعد كده هبتدي اقول له افتح لي الفايل ده شو ان فولدر وفك لي الضغط بتاعه بالشكل ده. بعد كده هفتح الفايل عندي وابتدي اسحب الفايل بتاع الماكس ارميه في البروجكت عندي بالطريقة دي، واختار ميرج. بمجرد ما بنزل البلوك بتاعي انا بفضل ان انا اقول له اعمل لي البلوك ده جروب. بعد كده هبتدي ابص على البلوك بتاعي، اعتقد ان في حاجات كده اضافية انا مش محتاجها،
لو ضغطنا F3 اعتقد اننا مش محتاج الحوائط دي، فبالتالي هقول له فك لي الجروب او اوبن للجروب دي، امسك لي الحيطة بتاعتي واعمل لها ديليت بالشكل ده كده. بعد كده همسك الجروب بتاعتي واقول له خليها لي جروب مرة تانية او خليها لي كلوزد مرة تانية، وابتدي احط الستارة بتاعتي في مكانها. هروح لحاجة زي التوب فيو وابتدي انقل الستاير بتاعتي في اماكنها المظبوطة بالشبابيك بتاعتي. بالشكل ده واقول له اعملي ليها سكيل كده سنة لتحت، دلوقتي عندك تو اوبشنز عشان تظبط بيها موضوع الشبابيك او احجام الشبابيك، يا اما تكبر الفتحه بتاعت الشباك يا اما تمسك الشباك نفسه وتصغره. في حالتي دي انا هقول له امسك لي الشباك نفسه او كبر لي الفتحه بتاعت الشباك. هبتدي اقول له هات لي الفيرتكس دي ارفعها لي لفوق لغايه تبقى مناسبه مع فتحه الشباك بالطريقه دي. كمان ممكن اجي اقول له امسك لي الشباك نفسه طلعه لي لقدام كده شويه. بعد كده ابتدي اقول له اعمل لي ليه كوبي اقول له اعمل لي كوبي مره تانية، وهقول له روتيت على زاويه 90. بالشكل ده كده وبكده هنبقى جهزنا الشبابيك او الفتحات بتاعت الشبابيك بتاعتنا بالطريقه دي. طب انا عايز دلوقتي عايز احط الماتيريال بتاعت الستاير، هنعمل الموضوع ده ازاي؟ اول حاجه هشوف الماتيريالز بتاعتي بتاعت السرير دي فين. ادي فولدر اسمه مابس، هاخد الامتداد ده كوبي اضغط شيفت تي عشان افتح الاسيت تراكنج واقول له اعمل لي ريفرش الاسيت تراكنج، اعلم على كل الفايلز اللي ميسنج دي واقول له رايت كليك سيت بوس واحط الامتداد بتاعي هنا واقول له اوكي. بعد كده هقول له اعمل لي زي تيست ريندر بسيط جدا. بعد ما عملت التيست ريندر بتاعي ابتدت تظهر لي زي ديفوهات بسيطة كده في المشهد، تعالوا كده نبتدي نعالجها مع بعض. حاجة زي الخطوط اللي ظاهرة دي من هنا، كل اللي هنعمله دلوقتي ان انا هقول له نزل لي الريندر وديني الحاجه زي الفرونت فيو، امسك لي الاوبجكت امسك لي الفيرتكس بتاعتي علم لي على الفيرتكس كده كلها وارفعها لي لفوق شويه بالطريقه دي. وبكده لو جينا رندرنا المنطقه اللي كانت بايظه عندنا اللي هي دي، هتبتدي المشكلة بتاعتي دي تتعالج. دلوقتي هنعمل ايه؟ هننزل البلوكات تانية، هننزل البلوكات التانية دي ازاي؟ كل اللي هتعمله برضو ان انت هتفتح الفايل بتاعك تقول له رايت كليك شو ان فولدر رايت كليك استك اكستراكت للفايل بتاعك، وتبتدي تقول له هات لي البلوكايه اللي هو فايل ال 3 دي ستوديو ماكس. اي ده او ده طبعا مش هيفرق معايا، انا طبعا برندر على فيري فبالتالي هاخد فايل الفيري واقول له اسحبهولي ارمهولي في الماكس بالطريقه دي واقول له ميرج فايل، ونستنى شويه لغايه ما يعمل لود واقول له اعمل لي للفايل ده جروب كده مع بعض واقول له اوكي. هروح لحاجه زي التوب فيو عشان اظبط السرير، ممكن احطه كده بالشكل ده. اروح لحاجه زي الفرونت فيو عشان اتاكد ان السرير بتاعي مش نازل على الارضيه، وبعد كده
هضغط شيفت تي اللي هي اسيت رانكينج واعمل ريفرش، امسك كل الفايلز اللي ميسنج، اقول له سيت باس، واخد الامتداد بتاعت الماتيريال بتاع السرير واقول له بيست واقول له اوكي، وبعد كده اقول له اعمل لي ريندر عشان نشوف النتيجة بتاعتنا. انا هكنسل الريندر طبعا لان انا محتاج ان انا ارندر المشهد بالكامل. طبعا انا حاسس ان الكادر بتاعي مش مظبوط شوية، فكل اللي هعمله ان انا هبتدي اظبط الكادر، هعمل زوم ان على السرير بالشكل ده عشان يبقى مليلي المشهد، وابتدي اقول له اعمل لي ريندر مرة تاني. ودي كانت نتيجة الريندر بتاعي، مش ناقص غير ان انا احط ماتيريال للحوائط وماتيريال للارضية بتاعتي، وده اللي هنعرفه كمان شوية نقدر نحطهم ازاي. تعالوا دلوقتي نعرف ازاي نقدر ننزل ماتيريال من على النت. كل اللي انا هعمله انا ممكن كمان امسك الاضاءة دي واقول له نزلها لي كده لتحت شوية وهنعرف ليه، وامسك الاضاءة دي واقول له نزلها لي لتحت شوية بالشكل ده وهاتها لي هنا، واقول له اعمل لي ريندر تاني. انا بس كنت محتاج انور الحتت اللي جنب السرير، فبالتالي ابتديت اضيف لها او انزل لها الاضاءات لتحت شويه عشان الحتت اللي جنب السرير وحوالين السرير دي تبان. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ هبتدي اقول له كنسل الريندر، افتح لي كده واكتب هنا في السيرش بتاع جوجل، او افتح جوجل الاول وابتدي اقول له في ري ماتيريالز. هفتح اول ويب سايت قدامي، هضغط كليك، هبتدي انقي الماتيريالز بتاعتي، هقول له هنا اول ماتيريالز، بعد كده تبتدي تنقي الماتيريال ايا كانت الماتيريال. انت مثلا لو عايز ارضية سيراميك، فكل اللي هتعمله ان انت هتكتب له هنا سيراميك، هيبتدي يجيب لك كذا ارضية سيراميك او كذا شكل لارضيات سيراميك. طبعا احنا مش بندور على ديزاين دلوقتي، فانا هبتدي اخد اي شكل من الاشكال دي. نفترض ان انا هاخد شكل زي ده، هيقول لك دخل اليوزر نيم والباسورد. طبعا انت لازم تعمل ريجستر على الويب سايت، فانا بالتالي هقول له اعمل لي لوجن مع العلم برضو ان الريجستريشن على الويب سايت ده فري، واقول له اعمل لي داونلود للماتيريال بتاعتي دي، واستنى الداونلود بتاعي يخلص، واقول له رايت كليك شو ان فولدر، واقول له اعمل لي اكستراكت للماتيريال دي. هنبتدي ندخل الماتيريال دي ازاي؟ الماتيريال دي امرها بسيط، هقول له خد لي الامتداد ده كوبي، افتح لي الماكس، وهبتدي اقول له ام افتح لي الماتيريالز، وهبتدي اقول له جيت او جيت ماتيريال اوبن ماتيريال لايبرري، دخل لي الامتداد، هلاقي ان بيش سيراميك ابتدت تنزل لي هنا، هختار منها الفري ماتيريال بالشكل ده. طبعا هي حاليا مش واخده اي شكل او اي تكستشر، فبالتالي هقول له شيفت تي او افتح لي الاسيت تراكنج واقول له ريفرش، همسك الفايلين اللي ميسنج واقول له رايت كليك سيت بوس، هاخد الامتداد اللي فوق ده كوبي وانزله هنا واقول له اوكي، وبكده هتلاقي ان السيراميك بتاعك ابتدى يظهر بالالوان بتاعته. نفترض ان انت عايز تحط الماتيريال على السطح اللي من تحت ده بس، هتبتدي تقول له امسك لي الارضيه اعمل لي ليها ديتاتش او فصل، واقول له اوكي. وبما ان عارف ان الارضيه دي هحط عليها ماتيريال، او تعال نحط عليها ماتيريال كده في الاول، اقول له اساين ماتيريال تو فيو بورد سيلكشن بالشكل ده. بعد كده هقول له امسك لي الارضيه ضيف لها يو في دبليو ماب، واقول له اليو في دبليو ماب ده انا عايزه بوكس، عايز ابتدي اغير في ابعاد السيراميك بتاعي. هبتدي اقول له هات لي اليو في دبليو ماب، وامسك الجزمه صغره لي كده شويه الاول، بعد كده صغره لي او خليه لي مربعات بالشكل ده، اعتقد ان احنا ممكن نكبره من الناحيتين كده مع بعض.
ونقول له اعمل لنا ريندر او تيست ريندر بالطريقة دي. وبكده هنبقى خلصنا التوتوريال البسيط جدا بتاعنا. طبعا انا حبيت اوريكم طريقة بسيطة تقدر تنزل بيها البلوكات وتقدر تنزل بيها الماتيريال من الانترنت. وطبعا احنا حتى الان شغالين على لو كواليتي ريندر. اللي احنا قلناه ده مش للحصر، بس انا بحاول اساعد المبتدئين ان هم يقدروا يطلعوا شغل او يطلعوا حتى شغل حتى لو بسيط. انا هعمل لكم هاي كواليتي ريندر او ريندر اعلى من ده شوية عشان نشوف النتيجة بتاعتنا شكلها عاملة ايه. وللعلم برضو الريندر سيت ابس اللي انا هستخدمها او السيت اب اللي انا هستخدمه، هبتدي اقول له دخلني على الريندر سيت اب بالشكل ده. هبتدي اقول له اقفل لي القفل ده، وهقول له يا سيدي انا عايز ارندر صورة 1500، الويدز بتاعها 1500، الهايت بتاعها 1125. هدخل الفي ري، هقول له خليه لي الماكس سب ديفز 16. هقول له على النويز ثريشولد 0.001. هدخل على الجلوبال دي ام سي، هقول له لوك للنويز باترن، ممكن كمان يوز لوكال سب ديفز، واقول له اضرب لي السب ديفز كلها في 2. هدخل على الكالر مابنج، هضغط على ديفولت واقول له كلامب سب بيكسل مابنج. هروح للجي اي اقول له في الاريانس ماب خليه لي ميديوم، خليه لي في اللايت كاش 1200 مثلا. بعد كده هقول له اعمل لي ريندر، وطبعا انا هسيب الريندر بتاعي يخلص. بعد كده هوريكم نتيجة الريندر النهائية بتاعتنا. ودي كانت النتيجة النهائية للريندر بتاعي. وبكده هنبقى عرفنا ازاي نقدر نعمل شوت انتريور بسيط جدا في وقت قليل جدا. اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وشير عشان توصل لكم فيديوهاتنا في اقرب فرصة.